احوال الطقس معك زينه بعد ما كنا شفنا احوال الدرجات الهوائيه، كيف عجبك الشو؟ كثير حلو فظيع. شكرا لك خالد. بونسوار. اذا مشاهدينا، طقس ربيع عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ومكمل معنا لغايه نهار الثلاثاء، الى انه يتحول الطقس لصيفي حار نهار الاربعاء والخميس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره يلي متوقعينها توصل على الساحل ل 34 درجه، والسبب وصول منخفض من شمال شرق مصر حامل معه كتل هوائيه حاره، وما بنستبعد انه ترافق هالاجواء الحاره حاله من عدم الاستقرار الجوي، وطبعا تفاصيل هالرياح الخمسينيه رح نحكي عنها بنشرتنا الجويه مقبلة. أما هلأ خلينا نشوف سوا طقس الليلة كيف عم بيكون. ليلة الجو صافي بمعظم المناطق اللبنانية، الحرارة على الساحل عم تتراوح بين 20 وال 21 درجة، بالأرز 11 درجة، أما بالداخل الحرارة عم تتراوح بين 16 وال 17 درجة. ننتقل سوا لنشوف طقس بكرة نهار الأحد كيف رح بيكون. بكرة طقس مشمس إلى قليل الغيوم، الحرارة ببيروت بتسجل 29 درجة، 28 درجة بطرابلس وسور، أما بالأرز 19 درجة. بالنسبة داخل الحرارة رح تتراوح بين ال 28 وال 29 درجة. إذا طقس بكرة مثل ما ذكرت مشمس إلى قليل الغيوم، الحرارة بتسجل أقصاها بنهار 29 درجة وأدناها خلال الليل 19 درجة. بالنسبة للرياح بكرة سرعتها ضعيفة، اتجاهها جنوبي غربي، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة، أما الرطوبة بتتراوح بين ال 60 وال 85%. ننتقل سوا لنشوف طقس الأسبوع المقبل كيف رح بيكون. بداية مع نهار الاثنين طقس مشمس إلى قليل الغيوم والحرارة بتتراوح بين ال 20 وال 29 درجة، نهار الثلاثاء بكفي طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع حرارة بتتراوح بين ال 20 وال 27 درجة، أما نهار الأربعاء بما إنه رح توصل لعنا الرياح الخمسينية الحارة اللي حكينا عنها رح بيتحول الطقس إلى غائم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتوصل أقصاها على الساحل ل 34 درجة بنهار وأدناها خلال الليل 22 درجة. مشاهدينا هيدي كانت صفحتنا الجوية لليلة، مثل العادة قبل ما أودعكم بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة برامج الـ LBCI والـ LDC، وبدي أتمنى لكم بكرة نهار عطلة ممتع، تصبحوا على خير، عودة لعند بسام وديما. شكرا لك زين. شكرا لكم.